صباح الخير البنات، واش اخباركم؟ كي دايرين؟ لاباس. نسيت، صباح الخير الاولاد، باش ما تعاودوش تقيدوا عليا المقال. اليوم في الليل ان شاء الله عندي شي ناس دايره واحد الضيافه، ماشي ضيافه، داكشي عائلي وخفيف خفيف عن خفيف. هنا غادي ندير 4 ديال الطيور ديال الدجاج وغادي نصاوبهم بلا كريم فريش. عندك هنا راني دايره الثومه كثيره، ها هي راه كتبان لكم، ودايره فيها الماء باش داك الماء كيدير لنا بحال ليسونس ديال الثومه، بحال عندنا الروح ديال الثومه. كنديروا فيها لاله، ويا سيدي تحميره مليحه، البزار، سكينجبير، والطامه ديال البنه، ياك كدير لهم هكا. ولا بغيتي تزيدي شي حاجه وتبنيني مازال بشي حاجه، انا غنقول لك شنو هي اللي غادي ديري وتجيك مزيانه ومزيانه بزاف. الثومه لا بودغ، الثومه غبره هكا، عبار عينك ميزانك ياك، وبصيله غبره، فوالا. وتبداي تشدي الدجاج ديالك، تخلطي مزيان هادشي مزيان 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 مزيان، وتشدي الدجاج ديالك محلول. هانتوما شوفوا راه حليتو من الصدر، شتوه محلول، وغديري ليه هكا. ودابا ما غاديش نطيبو طول سويت، حيت الدجاج كي شتو كيطيب دغيا، غنخلي حتى من بعد. دابا راه درتو الصباح، غنخليه كاع حتى من بعد العصر عاد نخشيه في الفران. ملي كتخشيه في الفران كتخليه كتنسيه، راه كيولي كيطيب زوين زوين زوين، كيطيب بالخاطر. وكتكوني ملي كتكوني كتوجدي غداك ولا عشاك ولا داكشي اللي بغيتي ديري، كتكوني توجديه بخاطرك، ما كاين حرك الطنجره، ما كاين سميتو، كتبقاي توجدي بخاطرك، ديري شليضاتك بخاطرك، ديري. احنا بعد ما سالينا التشرميل ديال سميتو ديال الدجاج، غادي نوريكم هاد الجنيوح هذا، حيت الدجاج غادي نديرو في الفران لاصوص بلا كريم فريش، غادي نطيب هذا في وسط لاصوص يعطي البنه ديال الدجاج، وغادي نوريكم لاصوص من بعد ملي نكون كنوجدها ياك. وهاد القشيوشات وهاد الشيء حتى هما ديرهم في سميتو في هنايا، وخلطوهم مزيان مزيان مزيان، وحطوهم فوق الدجاج ديالكم ياك. وملي تساليو خويو كلشي هنايا هكا هكا مزيان. وهذا هو السر ديال الدجاج، خصو ضروري يترقد، الا ما ترقدش الدجاج ما كيكونش بنين. ها هذا دابا هكا، دابا غادي نساليو، حنا نسينا واحد القشيويشه نسينا قشيويشه، ها هي وصافي. دابا بلاتي غادي نمشي ندير له السيلوفان، غنغطيه بالسيلوفان باش ما يطلقش ليا الريحه في الثلاجه، حتى نبغي نطيبو عاد نوريه لكم. بعد ما درنا ليه بحال هكا، غنديرو ليه لو فيلم اليمونتير فريمون، نسدو عليه مزيان باش ما تخرجش لكم الريحه في الثلاجه. الا خرجت لكم الريحه في الثلاجه راه مصيبه، فابسوليمون ما يكونوش لي زودوغ مخلطين. دابا هذا ها هو، غادي نديرو ليه هكا. دابا غادي نلويوه مزيان كي قلنا باش ما يضربوش البرد، وغادي نديرو ليه هكا ونخليه في الثلاجه حتى من بعد العصر ان شاء الله، ونتلاقاو باش نخشيوه في الفران. دابا من بعد العصر كي قلنا هذا خليناه يترقد، الدجاج خليناه يترقد، دابا تبارك الله راه ترقد. ولكن غنقول لكم واحد الحاجه، نتوما الا كان عندكم مثلا الغداء ديروه من الليل، والا كان عندكم العشاء ديروه في الصباح، اللي كيفيق بكري يديروه في الصباح بكري، واللي كيسهر يديروه في الليل اخر ما غادي يدير، ويديروا يترقد. ها هو الدجاج ديالنا، هانتوما هو مرقد، وغنديروا ليه بحال هكا. بحال هكا، ولكن جاني هاد البلان بحال صغير. المهم غنديرو ليه بحال هكا،
بحال هكا واخا يتزاحم سي با غاف باش القوام ماشي يدخل في شي. هانتوما فوالا ماذا بيا يتقدني هاد لو بلان فوالا دابا هو الدجاج ديالنا بعد ما استفناه ها هي لاصوص ديالو غادي نزيدو عليه واحد شويه. وكي قلت لكم كاين الناس اللي ما بغاوش ليا الشامبينيون لا باقي ما قلتهاش لكم هذه غادي كاين الناس اللي ما بغاوش حيت هاد الدجاج هذا اللي اكومباني دو شامبينيون كاين الناس اللي قال لك ما بغاوش ياكلوا الشامبينيون غادي نديرو لهم بالطيبه ما عندي ما ندير لهم عييت ما نفكر حيت الدجاج رومي ما يمكنش ندير لهم شي حاجه اخرى من غير لا بوم دو تيغ كاين لي كاروت كاين مي جو بونس كو لا بوم دو تيغ هي اللي غادي تعجبهم. ها هو دابا هذا غادي نكحزوه ليه ونشدو البطاطا ديالنا نرميوها تشد القوام فوالا هو الدجاج ديالنا دابا واجد غادي نخشيوه في الفران ونقبلوه عندك فيه ساعه ونص ساعتين كاع غا ماكسيموم وكيطيب كيطيب زوين وناشف نتلاقاو من بعد في التبصيل ديال التقديم ولا راه غادي نقدمو غير هكا حيت الناس اللي جايين عندي ناس ما عزاز بزاف وما فيهمش بروتوكول ما فيهمش الشكل اللي غادي ما عنديش معاهم مشكل. المهم دابا غادي نخشيو الدجاج ديالنا في اخر لحظه اخر لحظه كديروا زويته حيت ديروها وما ديروهاش فوق الدجاج ديروها غير في الجنيبات بحال هكا وردوه يطيب فوالا ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما يطيب غنتلاقاو ملي غنخشيه في الفران. دابا غنخشيو الدجاج ديالنا في الفران ونخليوه يطيب ساعة ساعة نسقوه بالمريقة ديالو نتلاقاو ملي نحرقو. دابا بغينا نوجدو لاصوص على كريم فخيش ديال الدجاج حيت الدجاج كي شتي خشيناه بوحدو في الفران راه وريتكم كيفاش. دابا غادي نديرو نوجدو لاصوص كنديرو هنا القشيوشة ديال الدجاج وراه التومة هنايا راني حكيتها راه نسيت راسي واش خصني نفيلمي راه حكيت التومة هنايا وهذاك الدجاج اللي هنايا راك شفتوه داك اللي درت ليه القوام البارح راه داكشي باش كتشوفوه هنا احمر. المهم ها البصله بزاف مليحه ماشي سكين هنا حميره سميتها هذه ياك. وغادي نديرو شي شويه ديال هادو اللي درنا في الدجاج هذه الثومه شويه ديال الثومه هنا لا بودغ ديال الثومه وهادي غنديرو شويه ديال لا بودغ ديال البصله فوالا فوالا. واخر ما غادي نديرو هي البيضه فوالا من بعد غادي نوريكم الكماله ديال هاد لاصوص هادي على هادشي غنزيدو ان كوب فوالا. بعد ما بللنا لهذوك القشوشات ديال الدجاج هما كيطبخوا غادي نرميو وريقات ديال عصا سيدنا موسى هكا كيطلقوا لينا البنة ونتلاقاو ملي يطيبوا باش نوريكم كيفاش غادي نزيدوا لا كريم فريش وغنقول لكم الخضرة ديال هاد الدجاج الشامبينيون كندير فيها الشامبينيون ولكن شي واحد من دوك الناس اللي جايين قال لك ما كياكلوش الشامبينيون عافاك الا ما ديرنا بطيطه غادي ندير بطيطه ولا صوص غندير فيها الشامبينيون باش يكون كلشي على خاطر. غنعقدو هذيك لاصوص ديالتنا غادي نديرو ليها شويه ديال النشا هكا غنديرو فيه شويه د الماء هذا حيت عرفتو النشا راه كيتكور دغيا كنديرو له هذه باش كيجينا ساهل فوالا هكا. دابا ها هي لاصوص ديالنا هانتوما شوفوها كي دايره
غاليه واحد شويه. غادي نزيدو فيها هاد لو ليون هذا. فوالا فوالا غنخليوها كتكون لا بودر دو مايس. فوالا ملي كتولي هكا هي لا صوص ديالتنا صحت. غادي نديرو فيها شويه الشامبينيون هكا. فوالا هكا مزيان. وغادي نجربو نجريوها بشويه ديال لاكخيم. فوالا هانتوما نشوفو لا صوص ها هي. وغادي نزيدو عليها لاكخيم فريش. لاكخيم فريش كتعطيها واحد لوكو زوين 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 بزاف. فوالا ملي تسخنوها ملي تبغيو تحطو الا جاتكم قاصحه بزاف اخر لحظه وعاودوا زيدوا فيها دو لا كريم ليكيد. ما تكونش هكا كريموز. المهم ها هي فوالا. انتما دابا شوف ها هي دابا لاصوص ديالنا هي هذه. غنتسناو غير نخرجوا الدجاج من الفران ونسقيوه بها. فوالا هذا هو. دوق لينا المعلم دي واقي هاك. ولكن هضر قول كي جاك. ياك ما نزيد زينه ولكن نقص فيها شي دجاجه. يلاه سير الله يعاون. ها هي لاصوص ديالنا بعد ما دوزناها في الشينوا. ها هي دابا بقى غير ملي يكون الدجاج يخرج من الفران غادي نسقيو بهاد لاصوص هادي. ما نقولش لكم واحد البنه فيها ما وجد. هو هذا سي لا فان دو نوتر ريسيت. بون ابيتي. اللي ما كيعرفنيش يتابونا، واللي كيعرفني يشوف لي فيديو ديالي من الاول حتى الاخر. ولايك لايك 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 ميرسي.